تعالوا بينا نروح لفندق الإقامة ونشوف مراسلنا هناك كريم أحمد وآخر الأجواء عنده. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل جمهور وعشاء ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله النهارده يكون يوم سعيد على كل جمهور النادي الاهلي. مئات الملايين من جماهيرنا منتظره هذه المباراه، مباراه غايه في الصعوبه وغايه في الاهميه لفريق النادي الاهلي، فريق الوداد. طبعا يا كابتن ايمن انت عارف عنده دوافع كبيره وعنده رغبه كبيره لهذه المباراه، عندهم مكافئات ماليه، كل الامور دي اكيد ليها امور تحفيزيه خاصه بفريق الوداد، لكن ان شاء الله باذن الله زي ما عهدنا لعيبه النادي الاهلي يكونوا على قدر المسؤوليه كالعاده. 11 راجل في الملعب باذن الله النهارده، 90 دقيقة تكون من نصيب النادي الأهلي أداء ونتيجة. لو بطمنك كابتن أيمن كالعادة وبطمن كل جمهور النادي الأهلي على حالة اللاعبين المعنوية، الحالة الفنية، جاهزية اللاعبين إن شاء الله لهذه المباراة، تركيز كبير جدا لكل اللاعبين، المعنويات مرتفعة بشكل كبير جدا، اللعيبة عندها إصرار كبير إن شاء الله النهاردة إن هذه المباراة تكون من نصيب النادي الأهلي. متواجدين في فندق الإقامة بننقل كل الأخبار والكواليس. النهاردة يمكن كان يوم اعتيادي لفريق النادي الأهلي بالنسبة لوجبة الفطار اللي كانت 10:30 صباحا، أيضا كمان وجبة غداء 2:30 ومحاضرة فنية أخيرة لبيتسو موسيماني استغرقت 40 دقيقة. محاضراته مطولة كابتن أيمن لكن كلها تحفيز وكلها جدية وكلها شغل تكتيك بشكل كبير جدا. الراجل على طول مستمر في الوقوف على نقاط القوة والضعف، الثغرات، الأمور التكتيك اللي هيلعب بيه هذه المباراة، وأيضا كمان مهام كل لعيب. الراجل يمكن صحح الأخطاء بشكل كبير جدا في المباراة الأولى من خلال طبعا التدريب اللي كان على ملعب مختار التتش، وأيضا التدريب الأخير اللي كان على استاد القاهرة أمس في تمام الساعة 6:00 مساء. كل الأمور الحمد لله كابتن أيمن ماشية بشكل مطمئن جدا لفريق النادي الأهلي، جاهزية اللعيب الحمد لله مطمئنة، مروان محسن الحمد لله قدرنا ان احنا نطمن بشكل كبير على جاهزيته وادى تدريب مميز جدا، قفشه ايضا كمان مميز جدا وظهر بشكل اكثر من رائع، جونيور اجاييه، علي معلول كمان اللي يمكن بنستنى بقى التشكيل الرسمي لفريق النادي الاهلي اللي هيكون على استاد القاهره باذن الله نطمن علي معلول سواء كان متواجد او هيخرج بره هذه المباراه. لكن بشكل عام كابتن ايمن كل لعيبه النادي الاهلي على قلب رجل واحد، باين وواضح جدا في وجوه اللعيبه مدى التركيز الكبير، جلسات مستمره سواء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مع الجهاز الفني بالكامل، اللعيبه كمان كابتن ايمن بتحاول ان هي تجمع بعضها على طول لان المباراه منتظرها ملايين من جمهور النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله الظروف والعوامل والمناخ وكل الامور دي تكون معانا ان شاء الله في هذه المباراه اللي حلم كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي، البطوله الافريقيه. 90 دقيقه من نار ان شاء الله باذن الله لعبتنا تكون على قدر المسؤوليه وان شاء الله تحجز مكان في المباراه النهائيه اللي كالعاده هيكون ليها حسابات كبيره جدا، هتكون 90 دقيقه فقط لغير زي ما انت عارف يا كابتن ايمن، لكن عندنا خطوه اولى هي المباراه اللي انت ان شاء الله النهارده على استاد القاهره في تمام الساعه 9 مساء باذن الله. دعوات كل جمهور النادي الاهلي، دعوات كابتن ايمن، دعوات ايضا كمان كل كباتننا في الاستوديو التحليلي باذن الله لعبتنا تكون موفقه النهارده ونحصل على نتيجه المباراهين ونصعد ان شاء الله للمباراه النهائيه. مستمرين معاك يا كابتن ايمن كالعاده من فندق الاقامه حتى وصول لملعب المباراه، وان شاء الله باذن الله عقب انتهاء المباراه تكون فرحه كبيره لكل جمهور النادي الاهلي، ويكون معاك ان شاء الله لحظه بلحظه ننقل لكم فرحه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. عوده ليك يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا لزميلنا العزيز كريم احمد، والتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله.